تقول محكمة الأمور المستعجلة في حيثية حكمها بحظر حركة 6 إبريل إن الحركة ارتكبت أعمالاً إجرامية معاقب عليها بالقانون المصري بما يهدد الوحدة الوطنية والأمن القومي للبلاد ويخالف قانون الجمعيات الأهلية الذي يمكن أن تندرج تحت بنوده حركة 6 إبريل. الحكم نهائي لأن هو ليس حكماً موضوعياً، هو حكم إجرائي لحظر هذه الأنشطة الخاصة بجماعة بحركة 6 إبريل ومقراتها. وجماعة الهدف من الحكم ده لو اتنظر له بنظرة أكبر هو الوقف بقى التمويل اللي بيجي لهم من برا، لأن هم بقى لهمش أي سند، هم أصلا كحركة لم يكن لهم كيان قانوني، ما هماش حزب، ما هماش جماعة، ما هماش تنظيم معين ليه كانت كيان قانوني أو سند قانوني. من جانبها عبرت حركة 6 إبريل عن صدمتها من قرار المحكمة، وقالت إن نشاط الحركة الملتحم بقضايا العمل الجماهيري والثورة لا يمكن وقفه بجرة قلم. القرار طبعا كان صادم بشكل كبير بالنسبة لنا، إنه حظر نشاط حركة زي 6 إبريل بقالها 6 سنين ملتحمة مع قضايا المواطن العادي في الشارع، ده أمر لن يكون بجرة قلم بأي حال من الأحوال. دولة لا تملك حظر نشاط 6 إبريل. 6 إبريل ما هياش كيان أيديولوجي، 6 إبريل فكرة، مجموعة أفكار كلها نابعة من العدل والمساواة والحق في الحياة. حكم حظر الحركة التي كانت في قلب التيارات السياسية المشاركة في ثورة 25 يناير استدعى ردود فعل متباينة ما بين مؤيد ومعارض، غير أن مسألة الاتهامات التي تتعلق بتلقي الحركة لتمويل خارجي أثارت جدلاً واسعاً. ثبت أنهم موالين؟ لو ثبت أنهم موالين نذبح نقطع رقبته. يعني إحنا قلنا كل واحد عنده دليل موثق يوديه يقول لنا كانوا موالين إزاي؟ لكن بالطريقة دي مش هينفع. حكم ترى فيه بعض القوى السياسية أنه جاء لتمهيد الطريق أمام إجراء الانتخابات الرئاسية في أجواء هادئة بعيداً عن صخب المعارضة وضجيج التظاهرات. يعني أعتقد أن القضاء في مصر هو بالفعل قضاء مستقل، ولكن من ناحية أخرى لا شك أن بعض القضاء لديهم توجهات رافضة للثورة ورافضة للدور الذي قامت به حركات المجتمع المدني، وربما يصدقون ما يأتي في الإعلام من أن حركة مثل 6 أبريل كانت لها صلات بدوائر أجنبية تتلقى أموال من الخارج. ويمكن الطعن على أحكام القضاء المستعجل خلال 15 يوما من صدور الحكم، وذلك رغم أن الاستئناف لا يوقف التنفيذ، ولكن يمكن للمدعى بحقه أن يقدم استشكالاً لوقف التنفيذ لحين الفصل في دعوى الاستئناف. حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحظر أنشطة حركة 6 أبريل والتحفظ على مقراتها في مصر يثير العديد من الشكوك حول مستقبل الحركة التي يقضي مؤسسها أحمد ماهر عقوبة السجن لمدة 3 سنوات بتهمة خرق قانون التظاهر. عطية نبيل، BBC، القاهرة.